بالتالي مساحتنا الصباحية الأولى رح نفردها لنتعرف على كل جديد بالفن العجمي. هل يوجد دورات لتعليم هذا الفن؟ شو الشيء الجديد اللي طرأ بمهنة الفن العجمي؟ كل هالأسئلة رح تجاوبنا عنها ضيفتنا بالاستوديو أكيد الفنانة التشكيلية عالية النعيمي. يسعد صباحك. صباح المطر. صباح الفل والياسمين على كل مشاهدينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. يعني شايفين قطع حلوه هلا مفروده عنا على الطاوله، وقطع مميزه دائما لجو الشتاء، هيك خصوصيه وشيء خاص فيه. يمكن بالصيف الاشكال بتختلف عن الشتاء والالوان ايضا. عم نشوف قطع خشبيه فيها دفى مع الشموع، خبرينا عنها. هلا انا استخدمت ماده العجمي نفسها النباته باني زين الخشب والخزف بطرق متنوعه. ممكن انا اصبغ الخشب على لونه الغامق نفسه، وانا زين بلون النباته نفسه الابيض. ممكن استعمل لون مفرحه اكثر مثل ما حكيتي، ممكن يناسب اجواء صيفيه او شتويه. عندنا شمعدانات تمام مزينه بماء الذهب، وكمان عندنا فازه مزينه بالعجمي وبرويز. نحن بنقدر نستعمل اي خامه واي لون واي تصميم. يعني انا سالي عجبني فنجان القهوه هلا الصبح لاني بحب القهوه. تمام. فكمان افكار بسيطه. اول شيء خبرينا عن الفن العجمي كفن، هل هو صعب التعلم؟ يعني اذا ست بيت قاعده بدها مثلا تعمل شيء صعب التعلم، هو كيف ممكن انه مثلا تعطيهم هيك نصائح للقصص الصغيره ممكن تستفيد منها الست بالبيت؟ تمام. هلا هي الماده الاساسيه هي اللي بيعتمد عليها الشغل كله، اتقان تطبيق العجينه هو اللي بينجح القطعه. ففي مقادير معينه وفي مواد معينه تستخدم بهي الخلطه. هلا انا خلال دورات التدريب اللي عم بعملها انا علمت السيدات والصبايا كيف يطبقوا هي الماده ويستعملوها على خامه الخشب. ممكن تعمل فيها خط عربي او زخرفه، وتستعملها بالطريقة التقليدية إن بعد ما تعطي ألوان تعمل المساحات النافرة بالذهب والفضة. وفي النموذج الجديد اللي حكينا عنه إنه هو مودرن شوي على الخشب بنفس لونه بنفس ألوان النبات اللي هو لونه عاجي، أو ممكن حتى أدخل الصبغة بداخل العجينة. حلو. وأستغني عن مرحلة التلوين اللي بعد تبتكري فيها. أيوة. هلا سالي حاملة الشمعة، كمان بتحب الشمعة سالي. حلو كتير زينب لكي، حتى الشمعة ذهبي مع الخشب يعني عاطي لون متناسق. تمام. يعني ما خليتي الشمعة بيضة مع الخشب، عملناها نحن هون ذهبي، ويمكن الزخرفة بلون بماء الذهب. بماء الذهب. يعني هيك قطعة مثلا هي بسيطة ولكن هي فيها فن وفيها شغل. تمام. التصميم لازم يكون متكامل. يعني أنا عندي الرسمة مع الشمعة مع المساحة تبع الشمعة نفسها، أنا قديش بقدر وزع زخرفة حواليها. نعم. وطبعا تناسق الألوان ويعني الكونتراست بينها بيعطي كمان حيوية للعمل. نعم. لكن خلينا نحكي عن باقي التصاميم كمان. هون عم نشوف مثل علبة. تمام. هي للميك اب. هي تكون علبة مجوهرات. مجوهرات. في من جوا فرو. منجدة مخمل أو فرو حسب الطلب. حلوة شتوية. نحن قربنا على اعياد الميلاد فهيك هدايا ممكن تكون ظريفه، وحتى في الالوان المستخدمه فيها يعني فيهم يستخدموا باكثر انه مجوهرات ميك اب او حتى شوكولا كهديه. تمام. يعني تطلع حلوه. تمام. هلا هي منفذه بطريقه العجمي التقليديه اللي نحن بنعمل النباته اولا، هي المساحه النافره، وبعد ما تجف بنوزع الالوان وبنلون الزخرفه النافره بالذهب او الفضه او البرونز. هي بس قبل ما هي خشب ولا شو؟ هي خشب العلبه خشب. نفسها خشب. تمام. يعني ايضا عم نشوف مثل كمان شيء فينا نصمده بالبيت ونحط عليه صوره ايضا بطريقه مختلفه، ما انه كادر عادي مثل ما بيحطوه. ايضا هذا الشيء كمان مصنوع من الخشب، داخله شيء ثاني من العجمي. هلا هذا الاطار مصنوع من ماده الخشب وملبس قشر باشباي او سنديان حسب الرغبه. هلا كل نوع خشب بيعطيني ملمس او عرق مختلف، فكل نوع بيناسبه نوعية شغل. مثلا إما أنا أشتغل باللون الأبيض السادة أو أشتغل عليه ملون، فالتصميم بيكون دائما أخذ دراسة من بدايته لنهايته. صحيح. طب خبرينا، في إقبال على الدورات التعليمية لهيك مثلا فن، خاصة أنه الفن العجمي يعني عم لاقيه أنه ممكن تساوي أو تطوعي أي قطعة عندك قديمة بالبيت لحتى تعمليها بالفن العجمي. تمام. كيف الإقبال؟ هل في ناس استفادت عم تسوق لحالها؟
هلا انا كل سنه تقريبا بعمل دوره تدريبيه، والدوره بتكون عباره عن 8 جلسات او 9 جلسات بناخذ فيها كل المراحل اللي بيمرق فيها هذا الفن. بنهايه الدوره كل متدربه او متدربه بياخذ معه لوحته الكامله من انجازه، يعني هو عنده لوحه كبيره وعنده لوحة صغيرة يلي هي تعتبر مثل المسودة أو التدريب على جنب، فلما بيتقن هاي المرحلة بينتقل للكبيرة وبينفذها، فبتطلع بالنهاية هي لوحة متكاملة بيفتخر فيها وبذكراها. وفي كتير صبايا كملوا وحبوا المجال، ويعني خصوصا الناس اللي عندهم أرضية بالفن، يعني مثلا هي طالبة زخرفة أو طالبة فنون جميلة، فكتير بيحسوا أنه هاي المادة سلسة. حلو. دائما الفنان التشكيلي او الفنان اللي بيشتغل هيك شغلات بيكون عنده شيء للتجديد، يعني ممكن يكون عندك قطعه في هيك شغلات ممكن تضيف لها رونق اخر، ممكن تضيفيها لهيدا القطعه، او قطعه قديمه مثل خلينا نقول اعاده تدوير بعض القطع اللي نحن موجوده عندنا، شموع قديمه، هدول القصص، قديش هيك في قدره على التجديد، بيكون التجديد بشيء احلى يعني. تمام. هلا هو الفن والابداع انك تنقلي القطعه من كونها قطعه تقليديه او عاديه موجوده عند الكل الى قطعه مميزه وفريده. فنحن حتى عندنا المقات هون اذا ملاحظه، نحن هو ممكن انت تاخذيه من اي مكان بشكله العادي، نحن هون فينا نضيف عليه الزخارف، وانا هون حطيت الماده العجمي نفسها الملونه بطريقتي على المق. فانا هاي الماده لها طريقه للاعتناء، يعني مثلا اذا حدا هلا في معامله خاصه للخزف او الازاز، انه انا لما بدي احطها بدها تكون اجمد من وضعها الطبيعي. وطبعا في مراحل من العزل بتخليها قابلة انها تنغسل وبأمان، يعني بس بعناية. طبعا بعناية، يعني هيك قطعة الواحد بيستعملها بلطف، يعني بيكون فخور فيها وعزيزة عليه. تماما. طيب خلينا نحكي، بما انه الفن العجمي عم يطبق على هيك قصص الاستخدام بالبيت، ان كان تزييني وان كان بالمطبخ قطع، يعني عم نشوف اللي جايبتيهم معك، كيف عم بتكون مثلا تكلفة المواد اللي عندك؟ ممكن اي ست يكون عندها هي المواد تقدر تعمل مثلا مثل ما انت ورجيتينا هلا كاسة مك، مثلا اي ست فيها مثلا تجيب هدول المواد تزين عندها شغلات قديمة البيت تعيد تدويرها؟ هلا المهم اتقان الخلطه، فهي يعني العمل هي أهم متكامل. العجينه لازم تكون لازم تكون مظبوطه، وكمان يعني انا ما فيني انتقل واشتغل على كاسه مدوره الا اذا انا اتقنت اولا اني اشتغل على سطح مستوي. فلازم يكون في مرحله من الخبره تثبت اني انا بقى اتناول خامات جديده. بس بتلون. ايه تمام، بس انا يعني لازم امرق بمراحل من الخبره تمام. والاتقان لحتى اقدر بقى اضيف خامات جديده وغير واعمل شيء غير تقليدي. بالختام الفنانه التشكيليه عاليه النعيمي بدنا نتمنى لك كل التوفيق، اكيد نحن وقفاتنا حتكون ثانيه بمشاركتك، خلينا نقول بشغلاتك بتخص الاعياد المقبله، ان شاء الله هيك بنشوف التميز دائما هو العنوان لجميع القطع اللي انت عم تقدميها. شكرا لك، اهلا وسهلا. نحن كمان نتمنى لك التوفيق بهذا الخط اللي هو الفن العجمي، وان شاء الله هيك يكون في كثير من البنات اللي عم يتعلموا، لانه المهنه هلا صارت كثير اساسيه بحياه كل حدا، كل شب وصبيه خلينا نقول. اهلا وسهلا. شكرا لوجودك معنا.